طيب بما انه ما في مشاكل بينك وبين النادي الموسى مصطفى، طيب احنا وصلنا معلومات يعني من اشخاص معينين انه انتوا حتى بالحفلات يعني بنشوف صور للنادي الموسى مصطفى مع حنان الطريره، مع رندا صلاح، مع لين الغيث، مع حتى مع منظم الحفلات بس ما بنشوف الا مع سيد حماد، واذا شفناه نادر جدا وبيكون يعني بيكونش مبسوط فيها. ليش يعني بايش بتفسر الموضوع؟ تفضلي. بالعكس نتصور بالحفلات، احنا وتابعنا وعملنا احصائيه بكل الحفلات، هلا اكتبي موسى وسجى ممكن تلاقي لهم صورتين ثلاث عكس حنان. طب يلا اكتب، يلا عكس اكتب حنان وموسى. يلا اكتب. لو هلا نزلتي انت يعني اكتب يلا. انت هذا الاشي مو شايفتيه صح؟ لا، انه هلا انت صورك مع موسى تشابه الكثير، الكل بيحكي سجى ما عملت اوديو الا كرميش قلب يمين، وبعديها ما عملت خلال سنين طويله. لا بلا، عملت تاع رمضان خلال سنين طويله ما عملت. طيب ماشي معه. ما في مشكله. ليش؟ يمكن هل بينك وبين موسى مصطفى إشي؟ موسى مصطفى ما بحب يتصور معك، انت ما بتحبي تتصور معه، ما في لا ما عم نلاقي اشياء بين موسى وسجى. ليش؟ لا بالعكس اعترفي، انا بيني وبين عمو موسى بيني وبين عمو موسى ما في إشي، وانت بتعرف هذا الحكي. لا انا ما بعرف هذا الشيء. طب تعرف انا ما ليش دخل. طب اول إشي بيني وبين عمو موسى ما في إشي. ثاني إشي يمكن اذا ما تصورنا بيكون هيك يعني إشي ومرق، مش انه احنا مخططين انه ما بصير. هذا لو بسفره واحده خليني اكمل، لو بكل انه ما بصير امبلا. والله بنتصور، والله الصوره بنتصور. اللي ممكن لاقيها معك تلاقي ما عم بضحك فيها، وانت عم تتصورين صوره من بين 100 لحنان. ليش ما بضحك فيها؟ انا ما عم بشوفك انت شو انا سبب. انا بسالك ليش ما بضحك فيها؟ دائما بضحك بالصور يعني. ما بتتصوروا اصلا حتى نقول بضحك ولا ما بضحك، نادر. والله بنتصور، لا ترد على. شوفي بينك وبين موسى مصطفى، والله انت عداواتك مع النجوم كثيره. لا طبعا، حنان الطرايره بينك وبينها مشاكل. ايش المشاكل؟ انت احكي لي بيني وبين حنان متى صار في مشاكل؟ هلا احنا عندنا كله. يلا احكي لي انت بالصح بتعرف الاجابه. انت هل بينك وبين حنان غيره وحقد وحسد؟ لا. ما انكم بنفس. انا حنان، حنان اختي وبفضل لها شو بتفضلني. حنان اختك وبتعتبريها مكان اختك؟